السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم من داخل الصالة المغطاة بالنادي الأهلي فرع الجزيرة، صالة الأمير عبدالله الفيصل، لنلقي معا مباراة الكرة الطائرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الترسانة في الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز ألف رجال. والأهلي هيبقى على إيدك اليسار بزيه الأحمر، والترسانة بزيه الأزرق على إيدك اليمين. ودي جولة التامنة، وهنكلم وهنقول تشكيل الفريقين. النادي الأهلي على إيدك اليسار بزيه الأحمر أهو، عبدالله عبد السلام رقم 2، محمد عصران رقم 9، وعبدالله عبد السلام، أحمد صلاح رقم 4، محمد عصران رقم 9، أحمد عزب. وهذه الشوط الأول وبداية الشوط الأول في دوري الكرة الطائرة في الجولة الثامنة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الترسانة بصالة الأمير عبدالله الفيصل. وأدي النادي الأهلي، وأدي المدير الفني فرناندو بنتيز، المدير الفني الأسباني للنادي الأهلي، ومعاونيه محمد السيد، محمد الحسيني مدربان، عبد اللطيف عثمان مدير فريق، أحمد محمد أسامة إداري، أحمد أسامة أبو زينة، وشادي فهيم محللان تقنيان، وشريف محمد مدرب لياقة. وأدي الإرسال مع نادي ترسانة واستقبال محمد رضا، وأدي ضربة ساحقة خلفية من هقول لحضراتكم من لاعب النادي الأهلي. وهنكمل تشكيل النادي الأهلي، أحمد عزب رقم 22، محمد عبد المحسن رقم 16، سيف حسن عابد رقم 14، يوسف حمد الصافي رقم 1، عبدالله أسامة رقم 21، سعيد ممدوح رقم 6، المحترف الكوبي يوندر رقم 11، حمزة حمد الصافي رقم 17، شريف محمد يوسف رقم 10. وادي نقطة التعادل بالنادي الأهلي، وادي أمام حضراتكم عبد الرحمن الحسيني رقم 8، وادي تشكيل الفريق أمام حضراتكم أهو، واللي انا قلت لحضراتكم عليه. نقول تاني، محمد رضا، عبد الله عبد السلام على الارسال، احمد صلاح، ادي ارسال قوي من عبد الله عبد السلام، بيجي في الشبكه لسه ما سخناش عبد الله ولا ايه. وادي النقطه الثانيه لنادي الترسانه، نادي الترسانه 100 ب100 عقبه، مدربه الكابتن نصر علي، مساعد مدرب محمد مدبولي حسين، احمد محمد مدرب مساعد، طبيب دكتور احمد محمد عبد النبي، محلل تقني احمد محمد عبد المنعم، محمد يوسف للاحمال، مصطفى ابو السعود وايمن سلامه اداريان، ورئيس النادي النائب طارق سعيد، محمد جلال ابراهيم مشرف على اللعبه، كابتن ثروت جميل عضو مجلس اداره ورئيس اللجنه الرياضيه. نادي الترسانه تشكيله، عمر نادر رقم 1، امين ايهاب امين رقم 2. وادي ضربه ساحقه من النادي الاهلي ونقطه التعادل من محمد عصران رقم 9 وهو على الارسال، وده امام حضراتكم ارسال قوي من محمد عصران، استقبال واعداد ومحاوله سريعه، ضرب سريع من رقم 4 رقم 6 محمد سعد من نادي الترسانه، بيجيب نقطه التقدم 3 الترسانه 2 الاهلي، اهو طالع سريع من المعد لفريق النادي الترسانه رقم 2 على الارسال رقم 6 محمد سعد، يلعب ارسال قوي، استقبال النادي الاهلي، اعداد عبد الله، وادي احمد صلاح بيعدي الكوره، ومحاوله من محمد عبد المحسن بيلعب الكوره بذراعه واحد بذراعه الايمن، وبيجيب نقطه التعادل 3 الاهلي 3 الترسانه، اهو امام حضراتكم اهو طالع محمد عبد المحسن بيخطف الكوره قبل ما يطلع الضارب من فوق الشبكه، وبيضرب الكوره كده ايزي او بنقول عليها بليسنج، وبيجيب منها نقطه التعادل. محمد عبد المحسن ارسال قوي، استقبال واعداد خلفي، حائط صد كده من رقم 15 من الاهلي عبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني رقم 8، ونقطه بتضيع كده اهي عبد الرحمن الحسيني وعبد الرحمن سعودي، وحائط صد بتنزل الكره ملعب النادي الاهلي، ونقطه لنادي الترسانه نقطه 4. وادي ارسال قوي رقم 4 عبد الحميد حسنين، واستقبال النادي الاهلي، واحمد صلاح بيضرب بذراعه الايسر، واستقبال من الترسانه، واعداد ومحاوله تاتش بلوك ودفاع عن الملعب من محمد رمضان، وحائط صد من نادي الترسانه مره اخرى، بيلعب الكوره وحائط صد من النادي الاهلي، وبتنزل ملعب النادي الاهلي، والنقطه الخامسه لنادي الترسانه، 5 الترسانه 3 الاهلي،
يلا نسخن كده بقى ونلعب ونبدا ونحمى ونتعادل ونزيد الفارق وناخد الشوط، لان طبعا لو مقارنه بين النادي الاهلي والنادي الترسانه طبعا اكيد النادي الاهلي بمستواه الفني وخبراته وبطولاته الكثيره اكبر واعلى من المستوى الفني لنادي الترسانه، حتى لو قلنا الناحيه التسويقيه طبعا النادي الاهلي اعلى من نادي الترسانه. الارسال مع نادي الترسانه رقم 4 رقم 17 عبد الله احمد، عبد الله بيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال النادي الاهلي محمد رمضان، اعداد عبد الله سريع من عبد الرحمن سعودي مره ثانيه وضربه ساحقه من عبد الرحمن الحسيني اهو، وبيجيب نقطه التعادل 5-5، 5 الاهلي 5 للترسانه في مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي، مباراه الكره الطايره للدوري الرجال في الجوله الثامنه في الدور الثاني لدوري الكره الطايره الموسم 2023-2024. ارسال من العالمي احمد صلاح ومحاوله من رقم 2 امين ايهاب امين معد نادي الترسانه انه يلعب الكره كده بدل ما يعد الفريق بيلعبها مباشره لملعب النادي الاهلي اهو، بتيجي فوق حائط الصد الفردي عبد الرحمن سعودي وبتبقى نقطه لنادي الترسانه. 6 الترسانه 5 النادي الاهلي. الارسال رقم 1 مع عمر نادر بيلعب ارسال من اعلى، استقبال محمد رمضان، عبد الله ومحمد صلاح بيضرب وتيجي في حائط صد ولخبطه كده ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل 6 الاهلي 6 الترسانه. ورايح على الارسال عبد الرحمن الحسيني رقم 8 اهو، ادي في الاعاده افاده، احمد صلاح بيطلع وبيضرب وبتيجي في حائط الصد بتنزل ملعب نادي الترسانه. النقطة الستة وعلى الإرسال محمد عصران بيلعب وإرسال قوي وإيس بتيجي منها نقطة مباشرة، عبد الرحمن سعودي رقم 8 بيجيب نقطة التقدم 7، وأدي فرناندو فينتيز المدير الفني الأسباني للنادي الأهلي طبعا واقف وبيكتب وبيسجل كل حاجة وبيشوف أخطاء كل اللاعبين وبيحاول طبعا يصلح في الأوقات المستقطعة عشان ياخد هذا الجيم الأول في مباراة الكرة الطايرة بين رجال الأهلي ورجال الترسانة. وادي محاولة نقطة التعادل من رقم 22 من نادي الترسانة اسماعيل محمد بيلعب أربعات وضربة ساحقة منه أهو في الأربعات وبيجيب نقطة التعادل 7-7. الإرسال مع نادي الترسانة رقم 20 على الإرسال محمد سليمان الأباصيري، محمد سليمان هيلعب إرسال من أعلى، استقبالنا خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. الأهلي 8 الترسانة 7، الاهلي متقدم مجموعته وهقول لحضراتكم مجموعته مين وبيلعب مع مين ولعب مع مين، وادي ترتيب النادي الاهلي، الاهلي الاول دائما، الاهلي الاول دائما، الاهلي في الصداره دائما، الاهلي نمبر 1 في كل الالعاب ان شاء الله، الاهلي حاصل على بطوله السله للمرتبط من كام يوم وفاز بالسوبر المصري لكره اليد رجال، يعني بطولتين هما من يومين ثلاثة، وفاز أمس على نادي اتحاد جدة 3-1 في مباراة تاريخية ومثيرة، مباراة لا يعني كانت مثيرة وممتعة لكل الجماهير الأهلوية وكل جماهير الكرة الساحرة المستديرة. هنا الكرة الطايرة 8 الأهلي 8 الترسانة، وهذه ضربة ساحقة من عبد الرحمن سعودي كده وبيتقدم بيها النقطة 9، 9 الاهلي 9 8 الترسانه اهو طالع وضارب خلفي، طبعا الضرب الخلفي دايما له شروط، لازم تكون الكره اقل من الحافه العليا للشبكه عشان تكون صحيحه وتكون حسب القانون. عبد الله عبد السلام يلعب ارسال من اعلى بيجي في الشبكه، لا يا عبد الله لا يا عبد الله لازم نخلي بالنا اهو، بياخد بيدي وبيبص وبيشوف، يلا ادي الليبرو بتاع نادي الترسانه اللاعب ابراهيم ليبرو، ابراهيم سيد ابراهيم، واحمد نصر علي ده ابن الكابتن نصر علي اللي هو مدير فني نادي الترسانه، هو كان من ناشئين النادي الاهلي ولكن الكابتن نصر خده ولعبه معاه في الفريق الاول في نادي الترسانه. ارسال خارج الملعب ما حدش احسن من حد، والتقدم للنادي الاهلي، ارسال ضيع من الترسانه، 10 الاهلي 9 الترسانه، محمد عصران على الارسال رقم 9 لاعب النادي الاهلي اربعات، هيلعب ارسال قوي محمد عصران، يلعب
استقبال واعداد ومحاوله وحائط صد كده. يا جماعه نخلي بالنا دايما بنطلع حائط صد نقفل الشبكه بزاويه معينه انت كلاعب تعرفها اكتر من اي من مدرب عشان تقدر تاخد الوضع الصحيح عشان تقدر تطلع تاخد نقطه. وفي حاجات مهمه لازم نخلي بالنا منها اللي هي التغطيه على حائط الصد والتغطيه على الضارب دائما دي بيبقى فيها مشاكل كتير بنخلي بالنا منها. وادي محاوله مره ثانيه وادي حائط صد من نادي الترسانه ونقطه نقطه التقدم لنادي الترسانه 11 الترسانه 10 الاهلي. الماتش ماشي نقطه نقطه لحد دلوقتي اهو طالع عبد الرحمن الحسيني رقم 8 وبتيجي في حائط الصد ونقطه التقدم للترسانه 11 ترسانه. استقبال النادي الاهلي محمد رمضان وضربه ساحقه من العالمي احمد صلاح بتيجي في حائط الصد 21 رقم 1 ورقم 20 عمر نادر ومحمد سليمان الاباصيري وبتنزل ملعب الترسانه وتبقى نقطه التعادل 11 11. محمد عبد المحسن على الارسال يلعب ارسال من اعلى استقبال ومحاوله كده من نادي الاهلي من نادي الترسانه والاهلي بيلم وبيعد عبد الله عبد السلام واحمد صلاح بيلعبها بسيطه كده وايزي بدل ما يشوط لا لعبها بسيطه بالراحه وبهدوء عشان يقدر يجيب منها نقطه. اهو بص طلع بص لعبها جت في حائط الصد الفردي من رقم 1 عمر نادر وبيجيب منها نقطه النقطه 11. وادي محاوله من نادي الترسانه ومتقدم نادي الترسانه 12 11 وادي استقبال عبد الرحمن سعودي اعداد عبد الله وضرب سريع من الخلفي من محمد عسران اللي بيجيب نقطه التعادل نقطه 12 12. الشوط الاول من مباراه الكره الطايره بين فريقي رجال الاهلي ورجال الترسانه في دوري العام الممتاز الف الجوله الثامنه الموسم 2023-2024 ونقطة للنادي الأهلي نقطة التقدم 13 الأهلي 12 الترسانة. يحكم هذا اللقاء أمامنا حضراتكم محمد زقزوق الحكم الدولي. وأدي وقت مستقطع أكيد طلبه المدير الفني للنادي الترسانة الكابتن نصر علي ووقت واقف أهو مع لعيبته. وأدي النادي الأهلي فرناندو بنتيز المسباني المدير الفني والمعاونين محمد سعيد محمد الحسيني يقوموا بتصحيح الاخطاء اللي وقع فيها اللاعبون خلال الشوط الاول من مباراه الكره الطايره بين فريقي رجال الاهلي ورجال الترسانه في الاسبوع الثامن او الجوله الثامنه في الموسم او الدور الثاني للموسم الكره الطايره الممتاز الف رجال 2023-2024. انتهى الوقت المستقطع. هو ادي الحسيني وادي محمد السيد مساعدين فرناندو بنتيز اللي هو الاسباني المدير الفني او المسؤول عن المهمه الفنيه للنادي الاهلي. وادي النتيجه تقدم النادي الاهلي 13 والترسانه 12 ومحمد عبد المحسن على الارسال ارسال من رقم 16 من اعلى لاعب النادي الاهلي استقبال كده مش حلو وضربه ساحقه ومحاوله ودفاع من عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر وضربه ساحقه من عبد الرحمن الحسيني ومره ثانيه والكره فور باس في نادي الترسانه في كره محموله اهو كابتن زقزوق مشاور عليها حكمنا الدولي محمد زقزوق ونقطه للنادي الاهلي والتقدم للنادي الاهلي 14 12 الترسانه فارق نقطتين. محمد عبد المحسن رقم 16 لاعب مركز 3 يلعب ارسال من اعلى استقبال ودي محاوله وفي تغطيه من عبد الله عبد السلام وعصران بيرفع وبيعدي الكره في خطا كده على عصران كره محموله من عصران او دبل كره دبل بنقول عليها. وادي النقطه رقم 13 للترسانه في تغيير لنادي الترسانه اهو كده نازل رقم تغييرين اربعه نازل وسبعه مكان 2 و17 2 و11 2 اللي هو امين و11 اللي هو محمد احمد راغب دول طلعوا ونزل رقم 7 اللي هو محمد محمود عبد العاطي ورقم 1 اللي هو عمر نادر او رقم 4 اللي هو عبد الحميد حسني. ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي عصران اعداد عبد الله وضربه ساحقه من عبد الرحمن سعودي مره ثانيه الكره سجال بين الفريقين واحمد صلاح وجت خارج الملعب خارج الملعب ونقطه التعادل 14 14.
اهي امام حضراتكم اهو عمد محمد رمضان رقم 7 الليبرو النادي الاهلي بيلعب الكره ومحاوله من احمد صلاح، ولكن استقبال وحش جدا من محمد عبد الرحمن سعودي من عبد الرحمن الحسيني رقم 8 كده بيلعب صوابع والكره بتروح واقعه من ايده، ده خطا طبعا خطا فني في الاستقبال، يا اما نستقبل بجر يا اما الاستقبال صوابع يبقى بالطريقه الصحيحه عشان ناخد النقطه بتاعتنا. 15 ترسانة 14 الاهلي واعداد عبد الله عبد السلام وضربه ساحقه من عبد الرحمن الحسيني رقم 8. على فكره عبد الرحمن ده اخو محمد الحسيني مدرب الفريق، وده طبعا لعيله الحسيني كلها عيله رياضيه، وهنقول لكم على الاسماء الرياضيه اللي كانت موجوده في عيله الحسيني. احمد صلاح على الارسال والتعادل 15 الاهلي 15 الترسانه. العالمي احمد صلاح هيلعب ارسال من اعلى، ارسال بالذراع الايسر، ارسال طبعا قوي جدا بقوه الدبابه او بقوه المدفع بنقول. وادي نقطه للنادي الاهلي النقطه 16، خطا استقبال او خطا اعداد من فريق نادي الترسانه او من الترسانه. وادي النقطه 16 الاهلي 15، واحمد صلاح على الارسال. العالمي احمد صلاح اللي اعتزل اللعب الدولي هو وعبد الله عبد السلام بعد ما اعتذروا عن بطوله كاس العالم اللي كانت في اليابان مع منتخب مصر، وبيكملوا مع النادي الاهلي طبعا عقدهم اللي هينتهي الموسم الحالي ان شاء الله. احمد صلاح اهو بيلعب ارسال من اعلى اهو بالاعاده زي ما احنا شايفين حضراتكم، وبتيجي في رقم واحد مع عمر نادر وتبقى خارج الملعب. على فكره عمر نادر ده كان تقريبا بيلعب في النادي الاهلي برضه وانتقل الى نادي الترسانه. احمد صلاح العالمي 17 الاهلي 15 الترسانه، ارسال بالذراع الايسر، ارسال طبعا بيجي في الشبكه حسبناك ولا ايه يا ابو صلاح؟ ونقطه لنادي الترسانه النقطه 16. الارسال مع رقم واحد عمر نادر من الترسانه. كابتن نصر علي المدير الفني لنادي الترسانه امام حضراتكم. وادي ارسال خارج الملعب والنقطه للنادي الاهلي النقطه 18. 18 الاهلي 16 نادي الترسانه. نادي الترسانه بيقع في المركز هقول لحضراتكم اهو المجموعه الثانيه في المركز الرابع ورصيد 11 نقطه، يلي الاهلي في الترتيب بتروجيت في هذه البطوله او هذه المجموعه برصيد 12 نقطه، يجي يليه الشمس 11 نقطه المركز الثالث، المركز الرابع الترسانه، المركز الخامس ديلفي 8 نقاط، المركز السادس والاخير فريق المقاولين العرب بدون نقاط. هنتكلم عن المجموعات الثانيه في خلال التوقف الشوط وخلال الاوقات المستقطعه، وهنقول لحضراتكم المباراه اللي ملعوبه النهارده. ارسال مع نادي الترسانه 17 الترسانه 18 الاهلي، واستقبال ومحاوله من عبد الله عبد السلام تيجي في حائط الصد وتنزل ملعب الاهلي تبقى نقطه التعادل 18 18 اهو نشوفها في الاعاده مره ثانيه اهي امام حضراتكم. عبد الله لعبها بس ما كانش واخد اللقطه او واخد عينيه ما كانتش جايبه الموقف في الملعب فطلع حاط الصد ورجعها ملعب النادي الاهلي. 18 الاهلي 18 الترسانه، وادي ضربه ساحقه كده مش قويه بنقول ومن احمد صلاح وبيجيب النقطه 19. والارسال مع النادي الاهلي او خارج محمد رمضان اللي هو ليبرو النادي الاهلي وداخل البديل لمحمد رمضان لاعب المقدمه او لاعب المنطقه الهجوميه. هقول لحضراتكم ادي عبد الرحمن سعودي رقم 15 على الارسال. عبد الرحمن سعودي هيلعب ارسال من اعلى، عبد الرحمن بيلعب ثلاثات طبعا. استقبال ومحاوله من النادي الاهلي وجت في عبد الله عبد السلام تاتش بلوك وتبقى نقطه لنادي الترسانه نقطه التعادل. الماتش قلنا ماشي نقطه نقطه لحد دلوقتي 19 19. لسه ما سخناش، لسه ما لعبناش، لسه ما شفناش الضربات الساحقه والارسالات القويه والحصول على نقاط مباشره من لاعبي النادي الاهلي. وادي التغييرين اللي كانوا دخلوا رقم 4 ورقم 7 اللي هو عبد الحميد حسنين من نادي الترسانه و7 محمد محمود خرجوا ونزلوا رقم 1 عمر نادر ورقم 2 امين ايهاب امين معد الفريق. استقبال نادي الاهلي محمد رمضان، عبد الله عبد السلام ضربه ساحقه من محمد عصران بتيجي في لاعب محمد عصران تعدى حتى الملعب بعد ما الحكم صفر على النقطه رايح لرقم
واحد عمر نادر عشان يعتذر له، طبعا كانوا مع بعض في ناشئين النادي الاهلي، فرايح يعتذر له ان الكوره جت في وشه يعني. 20 الاهلي 19 الترسانه، عبد الله عبد السلام الفتى الاسمر الذهبي بيلعب ارسال قوي اعدادي الترسانه وحائط صد من النادي الاهلي، ولكن تعدي من حائط الصد تبقى نقطه لنادي الترسانه، نقطه اتعد. 20 الاهلي 20 الترسانه، والارسال مع النادي الترسانه رقم 22 اسماعيل محمد. هيلعب اسماعيل ارسال من اعلى مع الوزن. كل الارسالات دلوقتي ما بقاش الارسال السهل اللي بتلعب، دلوقتي بيصعب الارسال، بيصعب مهمه الدفاع بتاعت المنافس. وادي ضربه ساحقه من عصران وبيجيب النقطه 21 عصران على الارسال وجاب نقطه، يبقى الاهلي 21 20 الترسانه. اهو طالع عصران وضارب من مركز 2، عدله عبد الله عبد السلام خلفي وجاب نقطه ورجع يلعب ارسال عصران اهو رقم 9 امام حضراتكم الفتى الجميل المهذب عصران. استقبال من نادي الترسانه، اعداد ومحاوله من رقم 1 عمر نادر ومحمد رمضان ليبرو النادي الاهلي بيحاول، وعبد الله بيعد لعبد الرحمن الحسيني، ومره ثانيه حاط الصد. ندافع يا اولاد، يلا يلا يا عبد الله، عبد الله بيعدي الكوره عشان تروح ملعب الترسانه لانها كانت الكوره الثالثه، ومحاوله ثاني ومحمد رمضان الليبرو بذل مجهود ودافع عن الملعب، واحمد صلاح بيلعبها وبتيجي في رقم 22 من الترسانه ودفاع عن الملعب، والكره سجال والكره ما زالت مستمره، ومحمد عبد المحسن بيضرب سريع من مركز 3 وبيجيب النقطه 22 22 الاهلي 20 الترسانه. اهو طالع وضارب وراكب الكوره واعلى نقطه وبيجيب النقطه 22 22 الاهلي 20 الترسانه. الارسال مع النادي الاهلي، محمد عصران رقم 9 في وقت مستقطع كده طلبه الكابتن نصر علي المدير الفني لنادي ترسانه، وده الثاني ليه اهو مع فرقته يحاول يصحح الاخطاء. احنا بنقول لهم احنا كنا ماشيين نقطه نقطه مع النادي الاهلي، وادي فرقنا نقطتين، في اخطاء عندنا لازم نخلي بالنا منها. ادي الجهاز الفني للنادي الاهلي، فرناندو بنتيز الاسباني مدير الفني ومعاونيه محمد السيد محمد الحسيني وعبد اللطيف عثمان واحمد اسامه واسامه ابو زينه وشادي فهيم، كل دول اعضاء الجهاز الفني للنادي الاهلي، وتشريف محمد صلاح مدرب اللياقه، وايهاب فخر الدين طبيب، واسر محمد كمال اخصائي العلاج الطبيعي، واسامه ابراهيم اخصائي التاهيل، ومحمد شهير الدين مدلك. الارسال مع النادي الاهلي 22 الاهلي 20 ترسانه، محمد عصران على الارسال يلعب ارسال من اعلى، استقبال خارج الملعب يا عصران يا عصران، خلي بالنا من الكره شويه وناخد الكره بواحده واحده، واول نلعب ارسال ايزي ونعدي الكره طالما مش هنلعبه تكتيكي. في تغيير نادي الترسانه، رقم 18 داخل اللي هو خالد احمد اسماعيل، وخارج رقم 6 اللي هو محمد سعد. 6 مع 18 تغيير لنادي الترسانه. على ارسال رقم 18 خالد احمد اسماعيل ونازل عشان يلعب الارسال، هيلعب ارسال من اعلى، استقبال للنادي الاهلي، عصران عبد الله واحمد صلاح، يا ولد يا ولد يا ابو صلاح، بيضرب ضربه ساحقه قويه وبيجيب منها النقطه 23 اهو. بص عبد الله عدله خلفي وطلع وضرب بذراعه الايسر وجت في اللاعب رقم 2 امين ايهاب امين معد النادي الترسانه، والنقطه 23. محمد عبد المحسن على الارسال، يا محمد يا محمد، جت عصا الشبكه الانتنه اتفكت، فهيجي الحكم الثاني هيصلح العصا وهيحط اللزقه بتاعت العصا الشبكه. الارسال مع النادي الترسانه، ادي المدير الفني فرناندو بنتيز الاسباني المدير الفني للنادي الاهلي مع القلم والورقه واللوحه بتاعته، وبيسجل كل الاخطاء وكل الايجابيات وكل السلبيات في الاداء عشان طبعا يقول لكل لاعب انت اخطائك ايه وسلبياتك وايجاباتك.
الارسال مع النادي الاهلي وقت مستقطع للنادي الاهلي طلبه فرناندو بنتيز اول هاي الدنيا واقفه فقال لك نطلب وقت مستقطع نريح اللعيبه ونقول لهم ايه الاخطاء الموجوده. ده الاولاني للنادي الاهلي والنادي التاسعين خد الوقتين الخاصين بيه. وطبعا كان في عندنا اثنين تانيين واحد كان بيبقى وقت مستقطع فني بيبقى عند النقطه 8 وعند النقطه 16 وده طبعا تم الغائهم او عن طريق الاتحاد الدولي الدي اي بي الاف اي في بي الاتحاد الدولي للكره الطايره. وادي النتيجه قدام حضراتكم تقدم النادي الاهلي 23-22 الترسانه. وارسال مع نادي الترسانه. كان لغى جه لغى الوقتين المستقطعين بتوع المباراه اللي هو النقطه 8 والنقطه 16 لسرعه او ل يعني لسرعه اللعب وحلاوه الجمال للكره الطايره. وبقى فاضل ما فاضلش بقى الا الوقتين المستقطعين بتوع المدربين. ادي بيعدي الكره محمد رمضان من خارج الملعب مره ثانيه نادي ترسانه بيحاول يتعادل ونقطه تاتش بلوك من النادي الاهلي يا جماعه نخلي بالنا 23-23 كده النتيجه التعادل 23 الاهلي 23 الترسانه. والارسال مع نادي الترسانه رقم 17 عبد الله احمد. في تغيير للنادي الاهلي اهو حمزه الصافي نازل رقم واحد يوسف حمدي الصافي مكان عبد الرحمن الحسيني اهو بيقابله حسام يوسف رقم 12 معد الفريق الثاني وبيسلم عليه وبيحضن. ادي ارسال للنادي الاهلي استقبال اعداد وضربه ساحقه كده خارج الملعب والنقطه 24 للترسانه 23 الاهلي اللي نزل رقم واحد ده يوسف حمد الصافي نفس مواصفات والده حمد الصافي كده. ده الوقت المستقطع الثاني اللي خده كابتن فرناندو بنتيز الاسباني مدير الفني النادي الاهلي والنتيجه تقدم الترسانه 24-23 الاهلي. ادي امام حضراتكم هم الجهاز الفني محمد السيد ومحمد الحسيني وفرناندو بيدي تعليماته ومحمد رضا بيتكلم براسه وادي عبد الحليم عب وادي لعيبه النادي الاهلي كلهم. وهو انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه وده الثاني ليه والتقدم لنادي الترسانه والارسال مع نادي الترسانه. الارسال من رقم 17 عبد الله احمد ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي محمد رمضان واعداد ضربه ساحقه يا ولد يا عبد الرحمن يا سعودي بيضرب كده وبتيجي في حائط الصد تبقى خارج الملعب. نقطه للنادي الاهلي نقطه التعادل 24-24 يلا يا رجاله بقى نصحصح ونفوق كده وناخد نقطتين ورا بعض وناخد الشوط ده. احمد صلاح العالمي يلا يا ابو صلاح هيلعب ارسال الذراع الايسر الوزن معاه قويه جدا من احمد صلاح واعداد من الترسانه ومحاوله مره ثانيه ودفاع احمد صلاح عبد الله يا عبد الله معلش عدت هو بيجي يرفع الكرة خلفي وقعت منه فخطا على عبد الله عبد السلام والنقطه 25 للترسانه. معلش هو بيهز راسه هو بيقول يا جماعه انا ما كانش قصدي بص يعني غصب عنه وجات لمحمد عصران طبعا هي كره خطا كده فكده 25 الترسانه 24 الاهلي والارسال مع نادي الترسانه. الارسال من اعلى مع الوزن استقبال اعداد عبد الله لحمزه الصافي يوسف حمدي الصافي وبيضرب مره ثانيه هناك الصافي بيضرب اهو وبتيجي في حائط الصد وبتبقى نقطه للنادي الاهلي. يوسف ابن حمدي كابتن حمدي الصافي نفس المواصفات او نفس الجسم اهو بيلعب في فريق النادي الاهلي اهو رقم واحد طالع وضارب يا ولد يا ولد يا يوسف. نقطة التعادل 25-25 وعلى الارسال نموذج او فولة اتقسمت نصين مع والده حمدي الصافي اهو يوسف هيلعب ارسال من اعلى يوسف ارسال من اعلى مع الوزن بيجي في الشبكه وبينزل ملعب نادي الترسانه ومحاوله نادي الترسانه و تاتش بلوك جايه في حائط الصد والنقطه 26 لنادي الترسانه 26 ترسانه 25 للنادي الاهلي. يلا نلعب ونتعادل ونتقدم ان شاء الله احنا احسن فنيا بدنيا تسويقيا فريق النادي الاهلي طبعا اعلى واحسن من
او يعني خبراته بتشفع له ان هو يكون احسن من نادي الترسانة. هل يرسل معملتي رسالة رقم 20 محمد سليمان الأباصيري، اعداد عبد الله، ضربة ساحقة يا ولد من محمد عسران، ومحاولة مرة تانية تاتش بلوك وتغطية على حائط الصد اهو، اعداد مرة تانية وضربة ساحقة من محمد عسران رقم 9 اللي بيطلع من مركز 4 وبيجيب نقطة تعادل اهو، رايح اهو، وفي تفاهم بين ثنائي مع عبد الله عبد السلام، وبيضرب ضربة ساحقة كده بجوار خط الجانب وبيجيب النقطة 26 والتعادل 26-26. وفي تغيير كده، أو الليبرو خرج ونزل لاعب النادي الأهلي رقم 6 رقم 14 كمان نزل اللي هو سيف حسن عابد 26-26، ونزل رقم 6 من الأهلي سعيد ممدوح، ده المعد الثاني اللي مع عبد الله عبد السلام، وسيف حسن عابد اللي بيلعب مكان احمد صلاح، دافع بيهم الكابتن فرناندو بنتيز. في حاجه بنشوف اللعب واقف ليه، عبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 15 هيلعب ارسال من اعلى اهو، استقبال نادي الترسانه ومحاوله وحائط صد، و مره ثانيه استقبال ممدوح، سعيد ممدوح بيلعب وبيعد، ومحاولة من عبد محمد عصران عايز ياخد نقطة، وهنا بيقول لهم نخلي بالنا، عصران بيشاور نرجع ندافع في جيم بول، لأن في لاعب وقع من نادي الترسانة إصابة كده، وقع تقريبا جاله أسبرين أنكل، هنشوف ونزل الجهاز الطبي لنادي الترسانة أهو، الدكتور من نادي الترسانة الطبيب أحمد محمد عبد النبي أهو طالع تقريبا الاثنين أهو، بص هو راجع تقريبا جاله يعني ركز على 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 رجل واحده فجاب الحمل بتاع وزنه كله فتقريبا وقع، وفي اسعافات اهي، وطبعا القانون او القانون التحكيم بيدي للاعب العلاج لمده معينه وبعد كده بيغيروا لاعب تاني اذا لم يتم علاجه. هو رشاها اوبن، واعتقد اننا ان شاء الله خير، سلامات للاعب نادي الترسانة. نشوف حضراتكم اللاعب هينزل ولا هيتم تغييره، لان الكوتش بتاعه اتشال اهو، فكده هيتم تغييره اعتقد. دكتور محمد احمد عبد النبي بيحاول علاج لاعب نادي الترسانه امام حضراتكم اهو، اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي. دي مباراة الكرة الطائرة بين رجال الأهلي ورجال الترسانة في الجولة الثامنة في الدوري الكرة الطائرة الممتاز ألف، وفي الموسم 2023-2024، والتعادل بين الفريقين في هذا اللقاء أو في هذا الشوط الأول 26-26. وادي الطبيب نادي الترسانة بيحاول علاج اللاعب رقم 22 اللي هو اسماعيل محمد اللي هو كان طالع حائط صد، او رقم 2 امين رقم 2 امين ايهاب امين. يبقى في قرار دلوقتي، هل هيستكمل ولا هل هيخرج اللاعب امين ايهاب امين لاعب نادي الترسانة اللي وقع وفي علاج لحد الان جاري العلاج، وقام وقف اللاعب اهو امين تقريبا هيخرج الملعب، هيخرج لان حط له
زي جبيرة أو زي حاجة على مفصل القدم من تحت أو خارج على أحد لاعبي الاحتياط. طبعا هينزل مكانه لاعب أول. ألف سلامات لأمين أمين إيهاب أمين. طبعا سلامات أهو لاعب مكانه رقم أهو في لاعب نزل من نادي ترسانة رقم 6 محمد سعد. وادي نادي الترسانة الإرسال مع نادي الترسانة. زقزوق هيشوف بس إيه الأخبار اللعيبة كاملين ولا لأ. وادي كابتن النادي الأهلي فرناندو بنتيز والإرسال مع النادي الأهلي 26 الأهلي 26 الترسانة. نزل لاعب مكان إيهاب أمين إيهاب أمين. وادي الإرسال منتظرين سافرة الحكم محمد زقزوق الحكم الدولي حكم الملعب أو الحكم رقم 1 لما يديله المسجل المباراة ان الدنيا تمام. الارسال مع النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي رقم 15 على الارسال 26 الاهلي 26 الترسانة. وخرج اللاعب ايهاب امين ايهاب امين ونزل مكانه لاعب من نادي ترسانة. ونقطة لنادي ترسانة هتصد كده مش ولابد. ونقطة لنادي ترسانة نقطة 27 رقم 7 رايح على الإرسال محمد محمود عبد العاطي. وفي تغيير للنادي الأهلي أو نزل عبد الله عبد السلام وأعتقد أحمد صلاح وخرج أعتقد سيف حسن عابد وسعيد ممدوح أعتقد كده. الإرسال مع نادي ترسانة 27 ترسانة 26 الأهلي. إرسال من أعلى في حاجة كده في ترتيب الدوران فبياخدها الكابتن ناصر علي مدير فني الترسانة. وادي الإرسال وادي الاستقبال محاولة مرة تانية من محمد عشرون خارج الملعب ونقطة التعادل. أدي أهو أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام زي ما قلت لحضراتكم نزلوا تاني مكان سيف حسن عابد و سعيد ممدوح اللي هو المعيد وسيف اللي هو بيلعب في مركز 2-2. الارسال مع النادي الاهلي عبد الله عبد السلام بيلعب ارسال بالذراع الايمن استقبال الترسانه محاوله من حائط الصد الجماعي للنادي الاهلي لايقاف هجوم الترسانه ودفاع مره ثانيه ومحاوله والكره سجال سخين مصري سخن اهو وابتدينا نلعب وحائط صد من محمد عصران اللي خد الكره على مرتين مره حاط الصد ومره تانية لعبها اهي في الاعاده اهي باينة بص حاط صد طلع وكد كانت فلعبها بذراعه اليمنى وجاب منها نقطه التقدم 28 الاهلي 27 للترسانه. وعبد الله عبد السلام على الارسال ارسال من اعلى عبد الله الفتى الاسمر ومحاوله ويعدي الكره نادي ترسانه مره تانية عبد الله بيعيد ومحاوله من حمدي الصافي او يوسف حمدي الصافي مرة تانية بتيجي في الشبكة وتبقى خارج الملعب ونقطة التعادل. أحمد صلاح بيشد الشبكة كده لأن الماتش اللي فات أحمد صلاح خد إنذار على فكرة على موضوع شد الشبكة فنخلي بالنا نخلي بالنا. أهي كورة جت في حائط الصد ونزلت ملعب النادي الأهلي 28 الأهلي 28 الترسانة. والإرسال مع رقم 22 من الترسانة إسماعيل محمد على الإرسال يلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي حمدي الصافي وضربه ساحقه من عصران من مركز 2 نقطه كده الولد ده هيبقى ضريب ملوش حل اهو طالع خلفي من عبد الله وعصران بيضرب كده قبل خط النهايه بسنتيمترات وعصران على الارسال ربنا يحميك يا عصران تسلم ايدك 100 على 100. عصران على الارسال التقدم للاهلي 29 28 الترسانه وادي الارسال قوي استقبال النادي الاهلي يوسف حمدي الصافي عبد الله عبد السلام احمد صلاح وحائط صد خارج الملعب والنقطه 30 وينتهي الشوط الاول لصالح النادي الاهلي 30 28 شوط جملي 30 الشوط الاول للاهلي 28 لنادي الترسانه و فاصل ونعود إلى حضراتكم مع بداية الشوط الثاني وراحة
بين الشوطين الأول والثاني. حضراتكم مرة تانية من داخل الصالة المغطاة، صالة الأمير عبدالله الفيصل بفرع النادي الأهلي بالجزيرة، لنتابع معا أحداث مباراة الكرة الطائرة للرجال بين فريقي رجال الأهلي ورجال الترسانة في الدوري العام الممتاز ألف الموسم 2023-2024 في الجولة الثامنة، والأهلي يتصدر مجموعته المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، فاز في كل مبارياته على البتروجيت والشمس وديلفي والترسانة والمقاولين، وده ادي ماتش الترسانة ده الماتش الثامن، وفاز على بتروجيت في الجولة الثانية أو الدور الثاني. الأهلي يتصدر مجموعته، يقام في هذا اللقاء أو في التوقيت مباراة الكرة الطائرة في المجموعات، المجموعة الأولى الزمالك مع مصر البترول، الصيد مع الداخلية، دمنهور مع الطيران، المجموعة الثانية الأهلي والترسانة، ديلفي مع الشمس، المقاولين العرب مع بتروجيت، المجموعة الثالثة الجيش مع إيستر كمباني، 6 أكتوبر مع الزهور، الاتحاد السكندري مع الإعلاميين، المجموعة الرابعة سموحة مع القناة، اسكندريه للبترول مع هليوبليس، وهليليدو مع سبورتنج مؤجله يوم 17/12 ان شاء الله. بنقول لحضراتكم ادي نادي الاهلي عيب على ايدك اليمين بزي الاحمر، نادي الترسانه على ايدك اليسار بزي الازرق، الاهلي يمثله عبد الله عبد السلام رقم 2، احمد صلاح رقم 4، 1-15 عبد الرحمن الحسيني، 15 عبد الرحمن سعودي، 9 محمد عصران، ورقم 1 يوسف حمدي الصافي، وطبعا الليبرو محمد رضا ليبرو الفريق، وفي ليبرو تاني اللي هو المحترف الكوبي يوندر رقم 11. نادي الترسانه على ايدك اليسار بزيه الازرق امام حضراتكم، رقم 7 محمد محمود عبد العاطي، رقم 1 عمر نادر، امين ايهاب امين معد الفريق رقم 2، رقم 5 ليبرو الفريق ابراهيم سيد ابراهيم، ومعاه رقم 19 احمد مصر علي ابن المدير الفني، رقم 20 محمد سليمان الاباصيري، ورقم رقم 20 محمد وخالد احمد اسماعيل، رقم 18 ورقم 17 عبد الله احمد، ومحمد احمد راغب رقم 11، وده فريق النادي الترسانه. ويحكم هذا اللقاء الكابتن محمد زازوق الحجم الدولي، وامام حضراتكم الشوط الاول انتهى لصالح النادي الاهلي 30-28، كان ماراثون، كان نقطه من بدايه الشوط الاول، واستمر الشوط الاول حوالي 38 دقيقه الشوط الاول، والتقدم لصالح النادي الاهلي الشوط لا شيء نادي الترسانة. عبد الله عبد السلام على الارسال على ايدك اليمين النادي الاهلي بزي الاحمر وبيلعب، ومحاوله من نادي الترسانه بقى عايز يتقدم ويبدا التقدم، ولكن الاهلي وقف له بالمرصاد، لعيب النادي الاهلي بقى خده يعني كده، لا ما تعديش دي تاتش بلوك، ونقطه لنادي الترسانه، بدايه الترسانوانيه زي ما بيقولوا بدايه زرقاء. ايوه طالع وضارب رقم 22 من نادي الترسانه اسماعيل محمد، وبيجيب النقطه، وعلى الارسال رقم 7 محمد محمود عبد العاطي. الارسال من اعلى استقبال نادي الاهلي، يوسف حمدي الصافي، ليبرو بيعدي محمد رمضان، ومحمد عصران بتيجي في حائط الصد وتجيب النقطه التعادل 1-1. الاهلي 1 الترسانه 1، مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي، والاهلي متقدم في الشوط الاول 30-28، وعصران على الارسال رقم 9 لاعب النادي الاهلي يلعب ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال اعداد نادي الترسانه، محاوله للشوط وحاطط الصد، تاتش بلوك محمد عبد المحسن واحمد صلاح، لازم يكون في تغطيه على حائط الصد. 2 الترسانه 1 الاهلي، والارسال مع نادي الترسانه، الارسال مع نادي الترسانه رقم 22 اسماعيل محمد هيلعب ارسال من اعلى، استقبال خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، نقطه التعادل، اهو كابتن عبد الله عبد السلام واحمد صلاح يشجعوا اللعيبه، ورايح محمد عبد المحسن على الارسال رقم 16 لاعب ثلاثات، محمد عبد المحسن رقم 16 هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن،
بتيجي في لاعب من نادي الترسانه ومحاوله للدفاع عن الملعب ويعدي الكره ملعب النادي الاهلي. عبد الله بيعد وضرب سريع من عبد الرحمن سعودي. هو ده اللي احنا عايزينه. عايزين ضرب سريع من مركز 3، ضرب قوي من مركز 2 ومركز 4 من احمد صلاح ومن حمدي يوسف حمدي الصافي ومن محمد عصران ومن رقم محمد عبد المحسن في مركز 3. ارسال محمد عبد المحسن والتقدم اهلاوي ولقطه إيس كده بتيجي نقطة للنادي الأهلي، نقطة كده نقطة مباشرة الإيس، يعني نقطة مباشرة من إرسال، الحصول على نقطة مباشرة من الإرسال. أهو محمد عبد المحسن لعيبها جاية يا دوبك على قبل خط النهاية بسنتيمترات. محمد عبد المحسن إرسال والسكور دبل 4 الأهلي 2 الترسانة. محمد عبد المحسن بيلعب ارسال من اعلى استقبال النادي الترسانه، اعداد وضربه ساحقه قويه، ضربه ساحقه قويه في اهو كابتن مصر عايز يسلم على لاعب النكشاط رقم 6 اهو، بص طالع رقم 6 وضرب وخلى الكره تنزل ملعب النادي الاهلي ويجيب منها نقطه محمد سعد. ورايح الارسال محمد والاهلي 4 الترسانه 3 وارسال مع الترسانه. استقبال عبد الله عبد السلام بيضرب ويضرب وفي تغطيه كده على حائط الصد وعلى الضرب كويسه جدا وخارج الملعب للنادي الاهلي. 5 الاهلي 3 ترسانه. احمد صلاح العلامي على الارسال. هيلعب احمد صلاح الارسال من اعلى أمام حضراتكم رقم 4. إرسال أحمد صلاح بالذراع الأيسر، إرسال قوي طبعًا. مفيش مفر، لاعب كان محترف ولاعب منتخب مصر في دبل أو في كرة مزدوجة على نادي الترسانة. النقطة الستة والكابتن نصر علي بيمضي بحظه بقى، يعني بيقول بعض الأخطاء أهي. أهو إعداد محاولة و تيجي بالضربه كانت بكله بجد من ورا شويه فجت خارج الملعب. احمد صلاح على الارسال العالمي، استقبال اعداد من نادي الترسانه رقم 17 وحائط صد من النادي الاهلي كده ناجح سعودي وحمدي الصافي. اهي نقطه ومحاوله الكره ماشيه وفي دفاع عن الملعب من لاعبي نادي الترسانه وعدى الكره فعلا ونقطه للنادي الاهلي. فور باس لنادي على نادي الترسانه. ادي النقطة السابعة، الأهلي 7 3 ترسانة. محمد عبد المحسن بيربط الحذاء بتاعه، أكيد مستأذن من الحكم إن هو هيربط الحذاء. طبعًا مش هيدي إشارة الإرسال إلا لما يخلص محمد عصران ويكون الملعب لاعبي النادي الأهلي جاهزين للإرسال. أحمد صلاح على الإرسال العالمي، يلعب إرسال من أعلى. لا يا صلاح مش إحنا مش نقعد نلعب ونضيع الإرسال بقى، يا جماعة ما نضيعش الإرسال. الارسال مع نادي الترسانه والنتيجه 4 ترسانه 7 الاهلي. رقم 17 على الارسال عبد الله احمد يلعب ارسال من اعلى وبرده ما حدش احسن من حد. الترسانه ضيع والاهلي ضيع، الاهلي ضيع ونادي الترسانه ضيعت. النقطه الثامنه، 8 الاهلي 4 الترسانه. والارسال اهو رقم 17 اهو، زعلان طبعا عبد الله على الارسال اللي ضاع. يوسف حمدي الصافي رقم 1، نسخة من حمدي الصافي يعني نفس الستايل ونفس الجسم اهو. هيلعب ارسال من اعلى يوسف، استقبال مرة ثانية بيروح لعبد الرحمن سعودي ويعد من عبد الله عبد السلام وبيلعبها كده محمد عصران سهلة وبليسنج فوق حائط الصد وبيجيب منها النقطة التاسعة. بدأنا نتمكن وبدأنا نلعب بقى وناخد نقاط ونزيد الفارق لصالحنا. 9 الأهلي 4 ترسانة. والارسال مع يوسف حمدي الصافي، وقت مستقطع طلبه اكيد كابتن نصر علي المدير الفني لنادي الترسانه. ادي على ايدك اليمين لعيبه النادي الاهلي اهو بالجهاز الفني فرناندو الاسباني فرناندو بنتيز والمدير الفني ومعاه محمد السيد ومحمد الحسيني اهم واقفين وتعليمات كده بقى مع اللعيبه وبيرسم لهم على اللوحه اكيد في تعليمات فنيه للارتفاع بالمستوى ويكونوا احسن من كده. وفي الجهه المقابله طبعا الكابتن نصر علي بيدي تعليماته لنادي الترسانه.
النادي الاهلي نمبر 1 في مصر وافريقيا طبعا في كل البطولات وكل الالعاب خاصه الالعاب الجماعيه في الطايره وفي السله وفي اليد وفي كره القدم طبعا الساحره المستديره. الاهلي حصل على بطولات الكره الطايره حوالي 75 بطوله في فريق الرجال، فريق الرجال 75 بطوله وفريق السيدات حوالي 91 بطوله. الاهلي جاب 30 او 33 دوري عام فريق الرجال وحوالي 20 كاس و15 افريقيا و8 عرب. وطبعا النادي الاهلي ليه او بيحتل المركز الاول دائما في كل الالعاب ودايما بالتوفيق، وده ما بيجيش من فراغ، بيجي من طبعا توفير الامكانيات من مجلس الاداره بقياده الكابتن الاسطوره الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره وكلهم بتعاونوا في سبيل الارتفاع او الروح الرياضيه للعب بالروح الرياضيه للنادي الاهلي. والنتيجه دبل سكور، الاهلي 10 5 ترسانه والارسال مع عبد الرحمن السعودي. عبد الرحمن السعودي بيلعب ارسال استقبال الترسانه واعداد تاتش بلوك وفي دفاع عن الملعب يوسف حمد الصافي. احمد صلاح يا عالمي، يا احمد يا صلاح يا عالمي، جت في ليبرو نادي الترسانه ابراهيم سيد نصر وابراهيم سيد ابراهيم ونقطه للنادي الاهلي. ابص طالع وضارب وجايه في الليبرو ومحاوله لتعديل الكره ولكن في كره مزدوجه او محرمه. 11 الاهلي 5 الترسانه، عبد الرحمن سعودي على الارسال. وادي حائط صد من النادي الاهلي، الاهلي خلى باله الشوط ده من حوائط الصد، وادي محاوله ولكن خطا هنا من حائط الصد. الكره جت ونزلت، الزاويه اتغيرت بتاعت بدل ما نقفل الشبكه الايد بتبقى مفتوحه سنه، بتادي ان الكره بتيجي في ايد اللاعب وتنزل ملعبه. 6 الترسانه 11 الاهلي. بنقول سلامات لسيادة الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي اللي لسه اللي بدا يفوق بيقولوا بدا اجهزه اللي هو كان حاططها بتاعت القلب شالوها وربنا يشفيه ويعافيه. ودعوات كل الجماهير وكل اعضاء النادي الاهلي لعمري فاروق بالعوده الى مهام منصبه او الى مزاوله وممارسه عمله في النادي الاهلي الذي لا يكل ولا يمل من النادي الاهلي. الاهلي 12 6 الترسانه. عفوا الشوط الثاني وعبد الله عبد السلام على الارسال، الفتى الاسمر رقم 2 بيلعب ارسال من اعلى، استقبال واعداد من نادي الترسانه ومحاوله حائط صد ولكن خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. نقطه لنادي الترسانه، حائط صد احمد صلاح اللي طلع في حائط الصد اللي فات ده وجت خارج الملعب، يبقى 7 الترسانه 12 الاهلي. الارسال مع نادي الترسانه رقم 7 محمد محمود عبد العاطي بيلعب ارسال من اعلى استقبال لمحمد رمضان وضربه ساحقه من محمد عبد المحسن ولا وتيجي بنقطه كده النقطه 13. الاهلي يتقدم 13 فارق سكور 6 نقاط لصالح النادي الاهلي اهو. ورايح على الارسال محمد عصران رقم 9، هيلعب محمد عصران اهو. صافره كابتن محمد زقزوق الحكم الاول بيصفر على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن استقبال كده نادي الترسانه ونقطه نقطه ولكن زقزوق حسبها بره، زقزوق حسبها بره، هي فيها شك بسيط يعني. اهي ادي الارسال اهو مع الاعاده مره ثانيه، اهي 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 هي جايه بره بس المراقب حسبها جوه، هي يعني فيها شك. رقم 11 على الارسال من نادي الترسانه محمد احمد راغب. 8 الترسانه 13 الاهلي، مباراه الكره الطايره بين رجال الاهلي ورجال الترسانه ونقطه للاهلي تيجي في الشبكه. نقطه 14 وعلى الارسال رايح اهو لاعب النادي الاهلي محمد عبد المحسن ونزل عبد الرحمن سعودي مكان نبرو الفريق محمد رمضان. النتيجه تقدم الاهلي 14 8 الترسانه فارق 6 نقاط لصالح النادي الاهلي. اعتقد ان الاهلي هيبدا يفرق بقى في الشوط ده والشوط الثالث كمان ان شاء الله،
وادي محاوله مره ثانيه من نادي الاهلي وحائط صد كده عبد الرحمن سعودي ويوسف حمدي الصافي ونقطه الاهلي 15. الاهلي 15 اهو، بص بص شوف الاهلي بيعمل ايه، حائط صد زوجي حمدي يوسف حمدي الصافي وعبد الرحمن سعودي وبيجيب نقطه 15 للاهلي. الاهلي 15، عبد المحسن على الارسال رقم 16. ارسال من اعلى، استقبال محاوله من نادي الترسانه اهو، وفي خطا، كره خطا على نادي الترسانه، الاستقبال والنقطه 16 للاهلي. كل التوفيق لمنتخب الناشئين تحت 17 سنه اللي هيلعب ان شاء الله مباراته الساعه 6 باذن الله مع فريق منتخب او منتخب ليبيا في بطوله افريقيا المقامه بمدينه بالمجمع الرياضي بمدينه بوسراطه، ودي مباراه فاصله لان الاهلي فاز في كل ثلاث ماتشاته على تونس وعلى الكاميرون وعلى المغرب، وبرضه ليبيا فازت على تونس وعلى الكاميرون وعلى المغرب، ودي مباراه فاصله اللي هيتحدد مين اول المجموعه، وبعد كده الاول هيقابل الرابع والثاني هيقابل الثالث، وهتبقى اللي هيفوز من الاول والرابع هيطلع للنهائي، واللي هيفوز من الثاني والثالث هيلعب النهائي مع بعض، والخسران هيلعبوا على الثالث والرابع. انتهى الوقت المستقطع اللي طلبه الكابتن نصر علي مدير فني النادي الترسانه، والنتيجه تقدم النادي الاهلي 16-8 دبل سكور، وما زال محمد عبد المحسن على الارسال. محاوله من نادي الترسانه لتاليه ادراك التعادل وتعديل النتيجه، ولكن النادي الاهلي بيفرق وبيزداد الفارق، والخطا على نادي الاهلي في شبكه من احد لاعبي النادي الاهلي اهو، هنشوفها في حائط الصد اهو، طلع ولمس الشبكه عبد الرحمن سعودي، خطا على عبد الرحمن سعودي. الكابتن زعزوبي بيندم محمد صلاح، ما فيش حد يعترض على حد يكلم محمد صلاح لانه بصفته كابتن الفريق. ارسال نادي الترسانه 9 الترسانه 16 الاهلي، استقبال وضيع الكرة ونقطة للنادي الأهلي، نقطة للنادي الأهلي، النقطة 17. بنقول لمنتخب الناشئين الكرة الطايرة دي أول بطولة أو في أول مرة تقام لأول مرة بعد اعتمادها من الاتحاد الدولي، طبعا اللي هيفوز بالمركز الأول والثاني هيروحوا لبطولة العالم، لسه يتم تحديدها. يرأس البعثة الدكتور يوسف حسن عضو مجلس اداره اتحاد الكره الطايره، ومعاه الجهاز الفني احمد سيد ومحمد مدبولي واحمد الماحي ومحمد فؤاد اداري، ومعاهم حكم مرافق هاني فكري ومخطط احلام الدكتور ميا. الارسال مع نادي ترسانه، الترسانه 9 10 والاهلي 17، ومحاوله وخارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 18. ارسال قوي جدا بيجي خارج الملعب، وقت مستقطع للنادي في تغيير نادي الاهلي، يوسف حسن عابد و ممدوح سعيد ممدوح من النادي الاهلي، ده المعد رقم 6 هينزل، وسيف عابد رقم 14 بيلعب اثنينات مكان احمد صلاح، نفس التغيير اللي عمله الشوط اللي فات عشان بيبدا يدرب اللاعبين عشان ياخدوا، يبقى في عنده احتياطي وفي فريق تاني يقدر يلعب في اي وقت لاصابه احد اللاعبين. 18 الاهلي 10 الترسانه، يوسف حمدي الصافي بيلعب ومحاوله من نادي الترسانه، ودفاع من الملعب محمد عصران، سعيد ممدوح بيلعب الكرة عصران كده بيجيبها نقطة من فوق حائط الصد محمد عصران، وبيجيب النقطة اهو، طالع اهو لعبها بليسنج كده فوق حائط الصد النقطة الفاضية عشان مش حد هيلحقها، والنقطة 19. 19 الأهلي 20 10 الترسانة، يوسف حمدي الصافي على الإرسال رقم 1، يلعب إرسال من أعلى خارج الملعب يا يوسف، قوية جدا يا يوسف، الارسال مع نادي الترسانه 11 الترسانه 19 الاهلي، على الارسال رقم 1 عمر نادر، ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال النادي الاهلي خارج الملعب، خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 20. اقتربنا من نهايه هذا الشوط لصالح النادي الاهلي 20 11، فارق 9 نقاط
لصالح النادي الاهلي. عبد الرحمن سعودي رقم 15 على الارسال من النادي الاهلي، يلعب ثلاثات هو ومحمد عبد المحسن. ارسال من اعلى، استقبال نادي الترسانه، اعداد وضربه ساحقه وحائط صد ناجح يا ولد. محمد عبد المحسن وسيف حسن عابد بيجيب النقطه 21. حائط صد زوجي اهو من مركز اثنين طالعين مع بعض الاثنين وارتقاء، وحائط صد يعني لا احسن ولا اروع من كده، زي الكتاب ما بيقوله، زي ما الكتاب بيقول. عبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 15، هيلعب الرحمن كده كيت تاني مره، والنتيجه 21 الاهلي 11 الترسانه. استقبال اعداد مره تانيه وضربه ساحقه ودفاع عن الملعب خارج الملعب ونقطه لصالح الترسانه. دفاع الملعب جيد، كانت الكره قويه فنزلت في ناحيه الملعب نادي الترسانه. 12 الترسانه 21 الاهلي، رقم 20 على الارسال من الترسانه محمد سليمان الاباصيري. ارسال من اعلى، استقبال ومحاوله مره ثانيه وضربه ساحقه بين محمد عصران. يا ولد يا عصران، يا ولد يا عصران، نقطة 22. ضارب يعني طالع وشايط وضارب، وجاب الكرة في جت في لاعب ونزلت ملعب نادي الترسانة. سيف عابد على الإرسال، سيف رقم 14 انتقل من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي هذا الموسم. إرسال من أعلى، استقبال من ليبرو الفريق، إعداد ومحاولة مرة ثانية، مركز أربعة بيضرب ولكن بتيجي في لاعب من يوسف حمدي الصافي، ونقطة للنادي الترسانة. 13 الترسانه 22 النادي الاهلي. نقول لحضراتكم المباريات اللي بتتلعب في نفس التوقيت قلناها، وهنقول الترتيب. المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه الاهلي متصدر المجموعه 21، بتروجيت الثاني 12 نقطه، الشمس الثالث 11 نقطه، الرابع الترسانه اللي بنلعب معاه دلوقتي 11 نقطه، والخامس ديلفي 8 نقاط، والمقاولين الاخير والسادس بلا نقاط. النقطه 22 لصالح النادي الاهلي، تقدم الاهلي 23 13، فارق 10 نقاط اهو. ضربه ساحقه من محمد عبد المحسن سريعه من مركز 3، يا ولد يا عم محمد. عصران على الارسال رقم 9. المجموعه الاولى نادي الزمالك الاول 18 نقطه، ومؤجل له مباراه مع دمنهور يوم 21 12، الداخليه الثاني 15 نقطه، الطيران الثالث 10 نقاط، مصر البترول الرابع 9 نقاط، دمنهور الخامس 5 نقاط، الصيد السادس 3 نقاط. المجموعه الثالثه تصدرها الاتحاد السكندري زعيم الصقر 20 نقطه، الجيش الثاني 16 نقطه، ايستر كومباني الثالث 15 نقطه، زهور الرابع 8 نقاط، 6 اكتوبر الخامس 3 نقاط، الاعلاميين السادس نقطه واحده. نقطه للنادي الاهلي، والنقطه 24 الاهلي 14 نادي الترسانه. المجموعه الرابعه سبورتنج الاول 21، الثاني سموحه 14 نقطه، هليوبليس الثالث 13 نقطة، القناة الرابع 9 نقاط، اسكندرية البترول 6 نقاط، هليليدو السادس والأخير في المجموعة الرابعة بلا نقاط. الإرسال مع النادي الأهلي، محمد عبد المحسن هيلعب إرسال قوي، و24 14 نقطة وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي. وحائط صد ومحاولة من نادي الترسانة لاستمرار اللعب مرة ثانية، ومحاولة أهو في دفاع عن حائط الصد، وتغطية على حائط الصد من نادي الترسانة وكويسة يعني جدا، ومحاولة مرة ثانية، وادي النادي الاهلي طالع، وادي فيه محمد عبد المحسن، اعداد وضربه ساحقه من يوسف حمدي صالح فيه، وما زالت بتهيألي دي اطول كوره استمرت في هذا اللقاء او في هذا الشوط لمباراه الكره الطايره بين الاهلي والترسانه. اهو محاوله مره ثانيه، سعيد ممدوح طالع وضارب وحاط صد مره ثانيه، دفاع عن الملعب، سعيد بيعد مرة ثانية، يوسف حمدي الصافي، ونقطة للنادي الأهلي، والنقطة 25، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الأهلي 25-14، ويتقدم النادي الأهلي بشوطين مقابل لا شيء للترسانة 25-14. الشوط الأول خلص 30-28، الشوط الثاني 25-14، واستمر حوالي 20 دقيقة هذا الشوط، وراح وفاصل.
معكم مرة تانية من قناة النادي الأهلي، نتابع معا مباراة الكرة الطايرة بين رجال الأهلي ورجال الترسانة في مباراة الكرة الطايرة في الجولة الثامنة لدوري الكرة الطايرة رجال ممتاز ألف المقامة بصالة الأمير عبدالله الفيصل دي فرع النادي الأهلي بالجزيرة، وتقدم النادي الأهلي في الشوطين الأول والثاني 2-0. الشوط الأول 30-28 للنادي الأهلي، الشوط الثاني 25-14، وهيكون على يمنا النادي الترسانة بزيه الأزرق، وعلى يسار الملعب هيكون النادي الأهلي بزيه الأحمر. النادي الأهلي طبعا تشكيله أكيد مش هيتغير، نفس اللعيبة، يوسف حمد الصافي رقم 1، رقم 2 عبد الله عبد السلام، رقم 4 أحمد صلاح، عبد الرحمن سعودي رقم 15، عبد الرحمن حسيني رقم 8، محمد عبد المحسن 16، محمد عصران رقم 9، سعيد ممدوح رقم 6، معد الفريق وليبرو الفريق محمد رمضان رقم 7. تمام حضراتكم، هو لعيبه النادي الاهلي ومعاهم طبعا سيف حسن عابد رقم 14، وهم نزلوا ارض الملعب. احمد صلاح بس اللي هو مش هيبقى موجود. تمام حضراتكم اهو ادي رقم 5 دفع بيه لاول مره لاعب النادي الاهلي محمد عثمان. محمد عثمان رقم 5 اول مره يلعب هذا اللقاء، ومعاهم سيف حسن عابد رقم 14، ومعاهم عبد الله عبد السلام رقم 2 كابتن الفريق طبعا، محمد عصران رقم 9، و عبد الرحمن السعودي رقم 15، ومحمد رمضان ليبرو فريق رقم 7، وواحد يوسف حمدي اصغر. دي لعيبه النادي الاهلي، تشكيل نادي الترسانه امام حضراتكم على ايد التنوين رقم 5 ابراهيم سيد ابراهيم دليل الفريق، رقم 7 محمد محمود عبد العاطي، عمر نادر رقم 1، ايهاب امين ايهاب امين ايهاب امين رقم 2 معد الفريق، محمد احمد راغب رقم 11، عبد الله احمد رقم 17، رقم 18 خالد اسماعيل، محمد سليمان الرصيري رقم 22 اسماعيل محمد. وادي النقطه الاولى لنادي الترسانه، الشوط الثالث مباراه الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشات قناه النادي الاهلي. النقطه الاولى لنادي الترسانه مباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي ونادي الترسانه بصاله الامير عبد الله الفيصل في الجوله الثامنه بدوري الكره الطايره الممتاز الف رجال في الموسم 2023-2024 لهذا الدوري الرجال. ونقطة التعادل للنادي الأهلي 1-1، الأهلي 1 الأهلي 1 الترسانة، أهو طالع يوسف حمد الصافي وضارب وتيجي في حائط الصد وتنزل الملعب أو تخرج خارج الملعب، ونقطة تاتش بلوك لصالح النادي الأهلي. محمد عثمان على يسار، محمد عثمان بيلعب رقم 5 بيلعب ثلاثات طبعا مكان محمد عبد المحسن، ونقطة كده ضايعة من النادي الأهلي. التقدم لنادي الترسانة 2 الترسانة 1 الأهلي، الإنسان مع رقم 11 من نادي الترسانة محمد أحمد راغب. كابتن نصر علي لعب كل لعيبته، معظم اللعيبة بتاعته لعبت كلها، رقم 11 على الإنسان أهو. استقبال النادي الاهلي محمد رمضان، اعداد من عبد الله عبد السلام، ومحاوله من النادي الاهلي لاحراز النقطه والتعادل. محمد رمضان عبد الله عبد السلام بيلعب خلفي لسيف حسن عابد بيجيب نقطه كده، ومحمد رمضان ليبرو النادي الاهلي بيشجعه يعني بيشجعه كده بطريقه معينه وبطريقه خاصه بطريقته هو. سيف على الارسال، التعادل 2 الاهلي 2 الترسانة، الشوط الثالث مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الترسانة في الدوري الممتاز في الجولة التامة، دوري ممتاز ألف رجال بصالة الأمير عبد الله الفيصل، وفي الدوري في الموسم 2023-2024، الكرة خارج الملعب للنادي الترسانة. والنقطة الثالثة، ثلاثة الأهلي 2 الترسانة، أهو ضربة ساحقة خارج الملعب يشاور عليها مراقب الفريق اهو او مراقب الخط خارج الملعب. سيف عابد على الارسال، سيف هيلعب ارسال من اعلى، ارسال من اعلى مع الوزن، ارسال قوي، استقبال الترسانه اعداد وضربه ساحقه في تغطيه هي على حائط الصد. عبد الله عبد السلام ضربه ساحقه يا ولد يا عصران، جت في
اللاعب الليبرو بتاع نادي الترسانه ابراهيم سيد الشوط اللي قبل ده راح محمد عصران واعتذر ليه لان الشوطه جت في وشه ووقع، والمره دي برده بس ما لحقش يروح له بقى. سيف عابد على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى سيف، ارسال من اعلى يجي في الشبكه ما نضيعش يا سيف. ثلاثة ترسانة أربعة الأهلي، الإرسال رقم 10 من نادي ترسانة سيف الدين محمود، سيف هناك وسيف هنا، أهو استقبال عصران إعداد وضربة ساحقة ملعب عبد الرحمن السعودي برضه جت في لاعب رقم 7 من نادي ترسانة محمد محمود أبو عاطي وخارج الملعب، ونقطة التقدم 5 الأهلي 3 ترسانة. يوسف حمدي الصافي على الإرسال، يوسف هيلعب ارسال من اعلى رقم 1 بياخد الوضع بيشوط بيلعب ضرب لكن بتيجي في الشبكه. يوسف يوسف خد وضع الارتقاء وخد وضع الضرب ولكن جت في الشبكه، معلش تعوض. 4 الارسال مع عبد الحميد حسنين من نادي الترسانه، النتيجه 4 ترسانه 5 الاهلي. عبد الحميد حسنين بيلعب ارسال من اعلى خارج الملعب، محدش احسن من حد. يوسف ضيع، عبد الحميد ضيع، الاهلي ضيع والترسانه ضيع. 6 الاهلي 4 الترسانه، والارسال عبد الرحمن سعودي رقم 15 لاعب ثلاثات في النادي الاهلي. عبد الرحمن هيلعب ارسال من اعلى جت في الشبكه بتنزل ملعب نادي الترسانه، ومحاوله تغطية على حائط الصد اهو. سيف حسن عابد، يلا يلا يا سيف، يلا يا سيف، برافو سيف حسن عابد، بيجيب النقطة السابعة. إعداد خلفي من لاعب المعد عبد الله عبد السلام، وبيضرب سيف وبتيجي على الخط على الخط، ده التأكيد من الكرة دي فيها دقة وفيها تركيز. الضربة الساحقة دي أهو أمامنا، عبد الرحمن سعودي بيلعب إرسال من أعلى، استقبال الترسانة، اعداد هناك بتروح ملعب النادي الاهلي خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي والنقطه الثامنه. الاهلي 8 4 ترسانه دبل سكور. على الارسال عبد الرحمن سعودي هيلعب ارسال من اعلى، استقبال اعداد من الترسانه مره ثانيه ومحاوله وحائط صد، في كده دربكه من لعيب النادي الاهلي، وعبد الله بسلام بيطلع بعد ما طلع حائط صد بينزل بيدور على الكوره وبيلف نفسه، ولكن محاوله مره ثانيه من لعيب النادي الاهلي دفاع عن الملعب. عبد الله بيعد هناك في مركز اربعه بيشوط وبيشد المركز اربعه، وتيجي نقطه للنادي الاهلي من محمد عصرة والنقطه التاسعه. زقزوق مشاور عليها للنادي الاهلي، ارسال محمد عصران على الارسال، عبد الرحمن سعودي اقصد، وقت مستقطع طلبه كابتن نصر علي المدير الفني لنادي الترسانه، وهو عمال طبعا بيدي تعليماته. وهنا هناك الناحيه الثانيه النادي الاهلي الكابتن فرناندو بنتيز المدير الاسباني او المدير الفني الاسباني للنادي الاهلي، ومعاه معاونين محمد الحسيني ومحمد السيد، واهو امام حضراتكم مع لعيبه الفريق تصحيح الاخطاء. الاهلي نمبر 1 في الكره الطايره، الاهلي نمبر 1 في الكره الطايره. الاهلي حصل على 71 بطوله ومن اكثر الانديه تتويجا في الكره الطايره، واخد 21 كاس، 33 دوري، 15 افريقيا، والمركز الثاني 5 مرات في افريقيا، واخد بطوله الافرو اسيويه كان فيها هولندا وفرنسا والاهلي، واخد كاس افريقيا 6 مرات، كاس الكؤوس الافريقيه، والبطوله العربيه 8 مرات من اخرها مارس الماضي في القاهره في استاد القاهره. ارسال من النادي الاهلي، استقبال الترسانه، 9 الاهلي 4 الترسانه، حائط صد ناجح من محمد عثمان ومحمد عصران، وبيجيب النقطه العشرة، 10 الاهلي 4 نادي الترسانه. تاسست الكره الطايره في النادي الاهلي معلومه كده بسرعه سنه 32
اول مباراه الاهلي لعبها امام يونان مصر سنه 33 في سبتمبر، وكان مدرب الفريق وكان الفريق بيضم عزيز فهمي، احمد شعير، عزيز برسوم، مصطفى كامل، رسمي ومختار. دول كان تشكيل النادي الاهلي في سنه 33. انطلق اول دوري للكره الطايره سنه 95، والاهلي خد البطوله، وكان فريق النادي الاهلي بيضم سيد مصطفى، سامي السباعي، يوسف مصطفى، زكريا مرجان، عبد الخالق وهبه، ماجد منظور، ايمن سميح. اول بطوله دوري عام الاهلي خدها سنه 66. كان تشكيل النادي الاهلي من عمرو علواني، عبد الخالق وهبه، عدلي مصطفى، عبد الرحمن الوكيل، فؤاد عبد السلام، نبي صلاح، ايمن عز الدين، عادل عبد المقصود، توفيق شهاب، محمد الشريف، نزار الدين، عيد عبد الملك. كان معاه مدرب عبد اللطيف ابراهيم. ده دول الرعيل الاول للكره الطايره اللي خد الدوري سنه 66 67. الآن تقدم النادي الاهلي في الكره الطايره رجال 11-12 الاهلي 5 الترسانه 11 الاهلي. الارسال مع نادي الترسانه رقم 12 من نادي الترسانه عبد الرحمن محمود، هيلعب ارسال من اعلى تيجي في الشبكه وخارج الملعب لصالح النادي الاهلي، النقطه 12. يتقدم النادي الاهلي 12 5 الترسانه. ارسال مع النادي الاهلي، عبد الله عبد السلام، الفتى الاسمر، والكره بتيجي في الدفاع نادي الترسانه وبتخرج ملعب او في الجهه المقابله لملعب النادي الاهلي، وتبقى نقطه للنادي الاهلي 13 الاهلي 5 الترسانه، فارق 8 نقاط. الاهلي بدا يفرق بقى، الشغل بدا. تيجي في الشبكه من كابتن عبد الله عبد السلام كابتن الفريق، 6 الترسانه 13 الاهلي. قلت لحضراتكم الاهلي نمبر 1، وقلت البطولات دوري وكاس وافريقيا وعرب، وقلنا الرعيل الاول. وطبعا الجيل الذهبي للكره الطايره كابتن نور عطيه، كابتن محمود فرج، كابتن ايهاب فخر الدين، كابتن احمد زكريا، كابتن شعبان خليفه، كابتن محمد شعراوي، كابتن جمعه عبد الحميد، كابتن طارق فريد، كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن او دكتور وجيه حمدي، ايمن فخر الدين، رضا الغزالي، احمد خالد، احمد وخالد الشموتي، دول اخوات احمد الشموتي، دكتور احمد الشموتي واخوه خالد الشموتي، وكان بيدرب الفريق في هذا الوقت توفيق شهاب، وبعديه جه ايهاب فخر الدين. ايهاب فخر الدين ده الجيل الذهبي للنادي الاهلي اللي حصل على عده بطولات في النادي الاهلي. النتيجه تقدم النادي الاهلي 15-6. مباراه الكره الطايره بين فريقي الاهلي ونادي الترسانه في الدوري العام الجوله الثامنه لصاله الامير عبد الله الفيصل في الموسم 2023-2024. ومحمد عصران ارسال، بيلعب ارسال قوي، ونفس الارسال اللي كان بتاع عبد الله عبد السلام، جه في لاعب وخرج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي، النقطة 16 اهو الاهلي، جت في لاعب رقم 11 من نادي الترسانة اللي هو محمد احمد راغب، وتبقى نقطة للنادي الاهلي. 16 الاهلي 6 الترسانة، 10 نقاط فارق. الاهلي سخنا بقى، اول شوط خلص 30-28، الشوط الثاني خلص 25-14، الشوط الرابع اعتقد هيخلص برضو يعني قريب من النتيجه دي. 17 الاهلي 6 الترسانه، ارسال قوي برضو من محمد عصران، حوار ثنائي ما بين محمد عثمان وسيف حسن عادل كده، الاثنين في المنطقه الهجوميه الاماميه. عصران على الارسال رقم 9، محمد عصران لاعب النادي الاهلي ما زال مستمرا على الارسال. عصران على الارسال، ارسال من اعلى مع الوزن، محمد عصران ما بيعديش الكره، طبعا
طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي في كره الطايره يعني كان هو نمبر 1 في مصر وفي افريقيا وفي العرب، وبرده في عائلات كتيره جدا من كره الطايره، يعني عائله فؤاد عبد السلام، ايمن فؤاد عبد السلام وامينه فؤاد عبد السلام كانوا يلعبوا في فريق النادي الاهلي الرجال والسيدات، وكابتن فؤاد عبد السلام والدهم طبعا اللي ماسك دلوقتي رئيس لجنه الاحتكام، رئيس لجنه المدربين باتحاد الكره الطايره الافريقي مع المغربيه بشرى حجي. التقدم اهلاوي 18 الاهلي 7 ترسانه، محمد عثمان على الارسال رقم 5 هيلعب ارسال قوي، محمد عثمان استقبال الترسانه اعداد وضربه ساحقه قويه تيجي في ايد ممدوح سعيد ممدوح معد النادي الاهلي وتيجي بقى خارج الملعب والنقطه الثامنه للنادي الترسانه. اهو جت في ايد ممدوح اهو سعيد ممدوح اهو رقم 6 على ارسال رقم 22 من نادي الترسانه اسماعيل محمد. استقبال النادي الاهلي كده استقبال قوي من عبد الرحمن، ومحاوله مره ثانيه من سيف عابد، عبد الرحمن الحسيني نزل اهو رقم 8 والنقطة للنادي الأهلي، النقطة 18 الأهلي 9 ترسانة دبل سكور. بنقول لحضراتكم نكمل عائلات الكرة الطايرة في النادي الأهلي، عائلة صلاح، محمد صلاح، وهشام صلاح، وياسر صلاح، وأحمد صلاح آخرهم آخر العنقود اللي هو بيلعب قدام حضراتكم اللي كان الفريق ونزل وطلع ونزل مكانه سيف عابد وهو خارج الملعب، والنقطة العاشرة لنادي الترسانة. 10 ترسانة 18 الأهلي الإرسال مع نادي الترسانة 22 على الإرسال إسماعيل محمد إرسال من أعلى خارج الملعب يا إسماعيل، والنقطة 19 عائلة برضو الكرة الطايرة كابتن رؤوف عبد القادر اللي كان مدير فني السيدات ومدير فني منتخب مصر الكرة الطايرة، وولاده محمود رؤوف وميرال رؤوف الاثنين كانوا بيلعبوا في رجال الاهلي وسيدات الاهلي. كابتن محمد مرجان اللي كان مدير التنفيذي لنادي الاهلي واللي مشي راح شركه استادات او برزنتيشن، ولاده يوسف وملك وبنته ملك بيلعبوا برضه كوره طايره. كابتن حمد الصافي ولاده يوسف بيلعب دلوقتي الدرجه الاولى مع النادي الاهلي اهو امام حضراتكم رقم 1، وحمزه بيلعب برضه مع النادي الاهلي في تشكيل الفريق وسكور النادي الاهلي. اعداد من النادي الاهلي ومحاوله ولكن في خطا على النادي الاهلي، هو مش دوج اهي بيهزروا اهو حتى فعل الاهلي بيضحك على اللعبه اللي عدت دي. و11 الترسانه 19 الاهلي ارسال من نادي الترسانه استقبال لليبرو محمد رمضان اعداد وحائط صد من نادي الترسانه وبتنزل في ملعب النادي الاهلي النقطه 13 كده يا جماعه احنا كنا 19 كنا 18 10 كنا 18 8 بقينا 19 13 اهو محاوله من حمدس يوسف حمد الصافي ما زال اللعب مستمرا وحائط صد ونقطه للنادي الترسانه النقطه 14 14 الترسانه 19 الاهلي وقت مستقطع طلبه اكيد فرناندو بنتيز الاسباني المدير الفني للاهلي ثلاث اربع خمس نقاط كده ورا بعض خدوها نادي الترسانه. من عائلات الكره الطايره برضو عيله عبد الكريم منى عبد كابتن منى عبد الكريم كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر واللي كانت عضو مجلس اداره اللجنه الاولمبيه وعضو اتحاد الكره الطايره، وكان معاه اختها يسرى عبد الكريم اللي بطلت بقى المدربه دلوقتي واخوها محمد عبد الكريم. عيله مصلحي طبعا عائله كبيره عيله مصلحي محمد مصلحي ميدو وهاني مصلحي رئيس او المدير الفني لوادي دجله، وعيله جمعه محمود جمعه وابنه جمعه عبد الحميد. وادي محاوله من نادي الترسانه وبياخد النقطه 15 15 الترسانه 19 الاهلي اربع نقاط فارق بعد ما كنا 10 نقاط بعد ما كنا 10 نقاط فارق. عائله فخر الدين كابتن مريم فخر الدين اللي ماسك مدير فني للسيدات بالنادي الاهلي دلوقتي واخوه ايهاب فخر الدين وايمن فخر الدين اخوه. عائله الشامي
كابتن حمدي الشامي المدير الفني لنادي الشمس، بنته آية وإنجي، ودول ولاد حمدي الشامي المدير الفني لنادي الشمس. إعداد مرة تانية من نادي الترسانة، وهذه محاولة وضربة ساحقة، والنادي الأهلي صحصح بقى شوية، فارق بأربع نقاط وخارج الملعب والنقطة لنادي الترسانة. 16 الترسانة، 19 الأهلي، 6 نقاط، 3 نقاط بعد ما كنا 10 نقاط بقينا 3 نقاط فارق. لازم يبقى في قرار تغيير أو حاجة يعمله كابتن فرناندو بنتيز الأسباني والمدير الفني أهو. أهو ضربة ساحقة ومحاولة من النادي الأهلي وتعديل بقى المسار. كابتن عبد الرحمن سعودي بيجيب النقطة 20، ضربة ساحقة من المركز 3 أهو، طالع بإيد واحدة عداها له عبد الله عبد السلام وبيجيب النقطة 20. يلا بقى فاضل 5 نقاط ونخلص الشوط ده والجيم والمباراة. يوسف حمدي الصافي رقم 1 على الإرسال. العائلة من ضمن العائلات برضو نهلة سامح وشيهان سامح ومحمد سامح، دول إخوات نهلة وشيهان كانوا بيلعبوا، ما زالت نهلة بتلعب وشيهان في فريق السيدات، واخوهم محمد سامح ناشئين نادي الاهلي. 21 الاهلي، 16 ترسانة، وقت مستقطع اهو. طلب المدير الفني لنادي ترسانة كابتن نصر علي. 21 الاهلي، 16، فارق 5 نقاط بعد ما كنا 10 نقاط. انتهى الوقت المستقطع، نزل فريق نادي ترسانة ونادي الاهلي، وادي كابتننا وحكمنا الدولي محمد زقزوق منطقة القاهرة. الإنسان مع النادي الأهلي يوسف حمدي الصافي ابن الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق السيدات السابق، وكان لاعب منتخب مصر طبعا، لاعب النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي وكابتن منتخب مصر. يوسف بيلعب إرسال من أعلى بتيجي في الشبكة يا يوسف، مش عايزين نضيع بقى. 17 ترسانة، 21 الأهلي، 4 نقاط فارق، بيعتذر لزمايله أهو. الإرسال مع نادي الترسانة رقم 4 على الإرسال عبد الحميد حسنين. استقبال صافي وإعداد وضربة ساحقة وبتيجي في حائط الصد وبتيجي في إيد لاعب النادي الأهلي، بتبقى نقطة لنادي الترسانة، نقطة 18 أهو. طالع أهو محمد عصران ولا عبد الرحمن الحسيني، ده عبد الرحمن الحسيني، وبتبقى نقطة لنادي الترسانة. وادي ارسال ضايع من نادي الترسانة، اتنين وعشرين الاهلي، 18 الترسانة، وضيع ارسال عبد الرحمن سعودي. ارسال من عبد الرحمن، يبقى ارسال من اعلى، استقبال كده النادي الاهلي، اعداد ومحاولة وحائط صد محمد عثمان مرة تانية، حائط صد وتقع تنزل في ملعب النادي الاهلي وما يلحقهاش عبد الرحمن الحسيني، ونقطة النادي الترسانة، نقطة 19. ما زال فارق 3 نقاط، كنا 10 نقاط فارق. الإرسال مع نادي الترسانة 19 22، والإرسال إرسال قوي، استقبال الاهلي يا صافي يا صافي صافي، تيجي منه كورة تبقى خارج الملعب، ونقطة لنادي الترسانة 20 22. احنا هنكرر الشوط الأول ولا إيه؟ وادي وقت مستقطع، طلبه كابتن فرناندو بنتيز. طبعا هو شايف نزيف النقاط، الفرق نقطتين بس بعد ما كانوا 10 نقاط، محاولة منه لإيقاف أو امتصاص حماس لاعبي ترسانة. الإرسال مع نادي ترسانة أهو، الأهلي 22 20 ترسانة، والإرسال مع ترسانة رقم 12 على الإرسال من ترسانة. عبد الرحمن محمود والإعداد النادي الأهلي ومحاولة عبد الرحمن الحسيني مرة تانية، وعائد صاب
اهو يلا تغطيه خارج الملعب ونقطه لنادي ترسانة. كره سريعه جت على الليبرو ما قدرش يجيبها محمد رمضان. الارسال مره ثانيه مع 12 من الترسانه. 21 ترسانة نقطة واحدة فارق بعد ما كنا 10 نقاط. بيستقبل عبد الله عبد السلام مرة ثانية ويشوط عبد الرحمن الحسيني ومحاولة مرة ثانية وخطأ ونقطة للنادي الأهلي في كده خطأ. كورة محمولة أو دبل. ٢٣ أهلي 21 ترسانة. الشوط الثالث مباراة الكرة الطايرة بين فريقي الأهلي رجال الأهلي ورجال الترسانة في الدوري الممتاز ألف. صالة الأمير عبد الله الفيصل في الجولة الثامنة في الدوري الممتاز من موسم 2023/2024. المحاولة من نادي الترسانة الفارق وادي النقطة 22 والفارق نقطة واحدة. الفارق نقطة واحدة. لازم نخلي بالنا بقى عشان نخلص الجيم لصالحنا والمباراة ناخد نقطتين ورا بعض. لو خدنا نقطتين ننهي ونخلص. لو ما خدناش بقى هنستمر لحد ما يكون الفارق نقطتين. على ارسال رقم 20 من نادي ترسانه محمد سليمان الاباصيري بيلعب ارسال قوي استقبال عبد الله عبد السلام. يلا يا سيف يلا يا سيف. نقطه لسيف حسن عابد والنقطه 24. 24 الاهلي 22 الترسانه. اهو طالع وضارب سيف. عفوا عبد الرحمن الحسيني على ارسال رقم 8 ارسال من اعلى ارسال من اعلى استقبال اعداد. يلا في حائط الصد ده حائط الصد ده يدافع عن الملعب. يلا يا يوسف يلا يا يوسف. نقطه ليوسف حمدي الصافي وبيجيب نقطه الفوز لهذا الشوط وهذا اللقاء 25-22. ينتهي هذا اللقاء ثلاث اشواط مقابل لا شيء لنادي الاهلي في مباراة الكرة الطايرة رجال الأهلي على رجال الترسانة. الشوط الأولاني 30-28، الشوط الثاني 25-14، الشوط الثالث 25-22، ويتقدم الأهلي وما زال متصدرا المجموعة الثانية برصيد كده هنقول 21 نقطة، هيبقى دي المباراة الثامنة يعني 24 نقطة الأهلي متصدر مجموعته في مجموعة الكرة الطايرة للرجال. وتحياتي لكم ولحضراتكم ومع تحياتي دكتور مروان صالح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مباريات أخرى. إلى اللقاء.